سائل هل يجوز أن تصلي المرأة في النقاب؟ النقاب؟ نعم. المرأة اللي من عادتها أنها تلبس النقاب، والنقاب هذا ساتر ما يبدو منه إلا العينان فقط، وهو من عادتها لا فاس. أما المرأة اللي عادتها الحجاب الكامل هذه تحتجب تغطي وجهها كله، لماذا تتحول من حجاب الكامل إلى النقاب؟ والصلاة أما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تغطي وجهها في الصلاة وفي غيرها. نعم.